أهلا أهلا، كيفكم حبايب قلبي؟ اليوم إن شاء الله رح نعمل مع بعض أكلة كتير طيبة، هي عموما بياكلوها النباتيين وغير النباتيين برضو، كتير أكلة طيبة وشهية. شوفوا المنظر شو حلو عنده. من قبل لسه ما نبلش فيه، عنا هون بنحتاج كيلو من الفاصوليا الخضراء مقطعة، البندورة 5 حبات مقطعين ومفرومين ناعمين، عندنا هون حبة بصل كبيرة وحصين ثوم مفرومين على الماشين. إذا ما عندكم ماشين مش ضروري، اعملوهم على إيدكم ودقوا الثوم. وهون عندنا معلقة ملح اللي هي وسط، وعندنا هون نص معلقة فلفل أسود ومعلقة فلفل مجروش أحمر. أنا بحب، إحنا بنحب الحر يعني عندنا، وبستعملها كمان زيت زيتون وشوية زيت نباتي. وأكلة طيبة كتير لكل يعني الناس اللي بيحبوا الأشياء اللي بدون لحمة، بدون يعني مثلا بيكونوا نباتيين أو شيء، فهاي الأكلة كتير ممتازة لإلهم. وإن شاء الله بنعمل الخطوات كلها مع بعض. البصل والثوم على الزيت، بنحرك البصل بنحطه يبرد ويصير لونه عشقر عشان نعمل الفاصوليا الخضراء بالزيت. انا حاطه بالمقلاية، حاطه بالطنجرة، يعني حاطه شوية زيت نباتي وزيت زيتون مع بعض. واحنا هون فارمين البصل والثوم بالماشين اللي هي الفود بروسيسر خصوصي للبصل، بستعملها بس يدبل البصل ويصير لونه على ذهبي شوية. بنحط الفاصوليا ومنقلبها شوية، وبعدين بنحط التوميتو. بهذا اللون البصل يعني دبل هلا وصار لونه عشقار، بنضيف الفاصوليا الخضراء او الفروزن يعني اللي متوفرة عندكم. هلأ بنضل نقلب فيها شوية لحتى تدبل، وبعدين بنحط الملح ونحط البهارات اللي احنا قلنا عنها، وفينا نحط شوية كمون كمان. شوفوا ما أحلى منظركم عن جد، بحب هالأكل كتير، هي لذيذة للناس اللي بتحب الأشياء اللي بدون لحمة كتير بتعجبها. نضيف الملح معلقة واحدة، كل واحد حسب قد ايه بحب الملح بحطه. الكمون رح احط اليوم كمون انا، كويس كثير الكمون كمان تعطينا نكهة طيبة وما بتعمل نكهة كمان كثير كويسة. هلا بنقطعها، شوف الألوان شو حلوة. هون عن جد رهيب، حلو. هلا هذا بيتجانس مع بعضه، وبعدين بالأخير فيكم تحطوا عشرة ليمون، يعني نص ليمون أو ليمون. هاي بقلبي الألوان بتجنن. هاي بعد ما ضفنا البندورة المقطعة والمقشرة، وريحة الكمون وريحة الفاصوليا بتشهي كتير طيبة. بنأكل يعني بحدها مثلا ممكن بنأكل مع الرز، ممكن بالخبز طبعا، والمخللات والزيتون، وكتير أكلة شهية. احنا كتير بنحبها وسهلة وما بتاخد وقت للي بيشتغلوا، يعني كل هالأكلة ما يمكن ما بتاخد نص ساعة مع بعض. هلا بنغطيها ونحط على النار حوالي 20 دقيقة بتكون خلاص. طبقنا الفاصوليا الخضراء بالزيت، صار جاهز للتقديم. وصحتين وألف عافية من مطبخي، مطبخ انتصار، ودايما تابعوني لحتى تشوفوا كل شيء جديد عم بنزله.
وشكرا جزيلا لمتابعتكم.